خالد وزهرة قالوا كنا متأكدين 8 جوان هي الإجابة. أنت وين كنت رايح منا الآن ولا دو؟ فهمني برك وين كنت رايح؟ كنت رايح للهند. للهند؟ طريق المطار ماشي عندنا يا هاني. طريق المطار ماشي هنا. والله سيريزمون وين كنت رايح منا؟ خفت؟ تلفت لك؟ تبانيكيت؟ ها؟ لابريسيون؟ شوية بس راكو حطيتو لنا 160 مليون سنتيم وما قسمتو أي سنتيم، معناتها يلزم عليكم الإجابة رقم 4 تكون صحيحة ولا خالد وزهرة يروحوا للبسكرة وأنت تروح للهند مشيا على الأقدام. خالد وي علاش خيرت 8 جوان؟ 8 جوان خاطر عندي اصحابي فنانين واحتفلوا في 8 جوان باليوم الوطني للفنان ونحييهم من هذا البلاطو تاع الشروق. اتفق خويا اتفق. اعطيني مثال على الاصدقاء تاعك هذوما، شكون الفنانين؟ كاين الفنان خريج مدرسه الحان والشباب عبد القادر بحري من ولايه بسكره. الله يبارك. روح خويا كمل. وكاين مسرح شباح المكي اللي يفتح في ولاية بسكرة جديد، نعرفوا به ثاني مرحبا بكم في مسرح ولاية بسكرة مع نخبة من الفنانين البساكرة. 160 مليون مازال حاضرين معكم، مازال كنا رابحين. السؤال الثالث ويفصلنا في سؤال ونروحوا للنصف النهائي في كاش ولا سبلاش.